النهارده معايا فرقه عمران للانشاد الديني، وهنتعرف عليهم وهنقضي ليله مختلفه في ساعه مع نبال. زي ما قلت، رساله محبه وسلام النهارده. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. تعرفوني بنفسكم بقى كده. انا امل جلال، مديره وتنظيم فرقه عمران، ماسكة التسويق والتنظيم الشبكي والعام بس كده والمالية. وحضرتك؟ محمد عمران، قائد فرقة عمرانية. تعرفنا بقى بالفرقة. أستاذ هاني على الإيقاع. أستاذ هاني معانا بقاله 3 سنين. ما شاء الله. طبعا هو أستاذ هاني قاعد في طبعا في أستاذ عاطف العربي قائد الفرقة الموسيقية. مش موجود طبعا النهارده. وفي طبعا أستاذ علاء نون وناي وكمانجا يعني في تيم كامل للفرقة الموسيقية يعني. احمد ده اصغر أحمد. عضو في أيوة. في الفرقه. اصغر عضو في الفرقه احمد حسن. ايوه. استاذ ايهاب محمود. المنشد جاسر مرسي. ياسمين محمود. محمد. ياسمين محمد منشده. طبعا معانا طبعا في سماح وفي مصطفى وفي انتوا عددكم احنا عددنا 13 فرد. 13 فرد. 13 منشد. عرفتوا بعض ازاي والفكره جات لكم ازاي؟ يعني احكوا لي قصتكم كده. عرفنا بقى انت. والله هي بدايه الفريق عامه كانت من 2011. بدأت أجمع الفريق. كان كذا شاب كان حابب يتعلم الإنشاد يعني، فكلمني، فأنا كنت بشتغل لوحدي ساعتها يعني. كان لسه ما فيش فرقة طبعا في القاهرة. يعني كنت بشتغل فردي خالص. كمنشط. كان لسه فكرة الفريق التيم يعني بتاع الإنشاد ما كانش حد عامل الموضوع ده. بعدين جانا عملنا بدأت أكون التيم، بدأت أكون شباب وأبدأ أعلم فيهم يعني. وعملنا التيم بتاعنا. بعد كده نزل عندنا فرق سورية إنشاد، فرق كاملة سورية برضو إنشاد. فالحمد لله احنا كنا أول فريق يعتبر في مصر عاملين التيم اللي هو بتاع الإنشاد طبعا. الفكرة جات لك إزاي؟ والله الفكرة إن كان حد في البداية كده من الناس، كان أخويا الصغير وكان حد من الناس اللي كانوا معايا الأول خالص في بداية التيم. كانوا حابين ينشدوا وحابين يتعلموا الإنشاد وطلعوا على مسرح. فجت الفكرة إن هم ليه ما نطلعش يعني كلنا تيم واحد، وأبدأ أعلمهم وأمرنهم وبعدين نطلع على مسرح. بعد كده بدأنا طلعنا على نادي الشمس. أول حفلة عملناها كانت في نادي الشمس، بعد كده الزمالك، بعدين في الأندية والحاجات اللي زي كده. بس وكوننا فريق ومن ساعتها واحنا شغالين يعني. بتبقوا محتاجين تدريب مستمر علشان طبعاً. يحصل انسجام بين الأصوات طبعاً. لأن أنا شايفة في فروق عمرية. طبعاً. يعني فأعتقد أن ده برضو بيبقى محتاج إمكانيات معينة ومحتاج تدريب كتير. أيوة. في بروفات بتتعمل على طول. بروفات بتتعمل بتمرنوا مع الصوت وكده، وبتمرنوا مع الحاجات الجديدة. أنت بتشوف أن الإنشاد الناس بدأت تهتم بيه في الفترة الأخيرة؟ هو الانشاد عامه الناس مهتميه بيه بشكل عام. يعني هو الانشاد بشكل عام اصلا فيه اهتمام من الشباب كمان يعني. احنا بدايه جمهورنا كان بيجي لنا شباب يعني. احنا حاليا لما بنعمل حفله بيبقى فيه شباب واطفال وناس كبار من الجماهير يعني، في كل الاعمار. فالانشاد ليه سمع، بس هو الفكره ان هو عايز يتحط عليه الضوء بس مش اكتر يعني. يتسلط عليه الضوء مش اكتر، انما هو فيه ناس. يعني بشوف ان الملفت للنظر ان بدا في شباب كتير يطلعوا حلمهم ان هم يبقوا منشدين كتير. واصوات كتير. فوق الجمال يعني. طبعاً. اصوات ملائكيه طبعاً. يعني طبعاً. فالفكر نفسه انه يسيطر على الشباب في الزمن اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي طبعاً. غريب شويه. ولا ايه؟ والله مش لا، هو على فكره منتشر، بس هو الفتره الاخيره دي يعني ظهر الاعداد. بس كان الاول اللي كان عنده موهبه كان ما كانش عارف يعمل ايه او ما كانش ظاهرها. بس لما الاقي يعني موضوع النت كمان سهل الامور، ان الناس بدات يعني اللي عنده حاجه بيعمل نفسه صفحه ينزل يدردش مع نفسه مع الاصدقاء. فبدا الموضوع فعلا في انتشار. وانا كان عندي جمله كده كان والدي دايما بيقولها لي، بيقول لي اللي حابب يتعلم ان هو ينشد او اللي بيجي او اللي تسمعه او حد جالك عشان تسمعه مثلا ان هو بينشد، اوعى تقول لحد انت وحش، اوعى تقول لحتى لو شايف ان صوته ضعيف اوعى تقول انت ضعيف. يعني حمسه وحفزه ان هو يشتغل على نفسه. اي حد عايز ينده الرسول عليه الصلاه والسلام، الموضوع مش مرتبط بالصوت هنا خالص. الموضوع مش مرتبط بالصوت، الموضوع مرتبط بالنيه الداخليه ومرتبط بان انا ده مدح الرسول هسمعه كل الاحوال. ما هو برده بيبقى عايز نوع من الاحساس برده بالكلمات. هو فن، هو فن بتقولها. ان انت تكون حاسسها وقلبك أكيد وروحك عشان كمان توصل، عشان تقدر توصل للناس وتاخد قلوبهم وتاخد مشاعرهم وتوصل للهدف من الانشاء. ولا ايه؟ اكيد طبعا اكيد. طب هتسمعونا ايه بقى؟
رمضان جانا. ماشي. رمضان جانا؟ ماشي. طيب نسمع رمضان جانا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد ايام وبقاله زمان غنوقولوا شهر بطوله غنوقول اهلا رمضان رمضان جانا وفرحنا سمعنا وافضل غني الفجر معاك سمعنا وافضل غني الفجر معاك واعمل لنا كده كل ليلة 30 ليلة حلوة جميلة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا رمضان جانا رمضان جانا وفرحنا وبعد ايام وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا اهلا رمضان رمضان معانا اهلا رمضان
رمضان جانا. الله. يعني بتختاروا ازاي اللي انتوا هتنشدوه؟ هل بيبقى في حوار بينكم وبين بعض بالنوعيه اللي انتوا هتأدوها؟ بيبقى في موافقه من العدد الاكبر ان احنا هنقول الـ 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 الابيات دي او المناجاه دي؟ هو احنا فرقه ديمقراطيه يعني، في يعني نقاد الفريق بحب اشور الناس يعني، بس طبعا بختار الشغل وهما ما حدش يعرف يتكلم يعني. يبقى ديمقراطي ازاي بقى؟ لا احنا فعلا يعني هو كل واحد طبعا ليه صوت مميز، حضرتك هتسمعيه النهارده ان شاء الله. كل واحد بحاول اشوف الحاجه اللي تمثل صوته وتبقى قريبه منه شويه، لحد طبعا ما يبدا يكون يعني تعليمه الشامل، بيعرف يقول كل الشغل وكل اللون، بس برضه اللي بيقول كل لون بيبقى فيه حاجات قريبه من صوته، فبنحاول نختار له الحاجه المميزه ليه وبيبدا له لو اشتغل عليها وبيقولها بمميزه اكتر مني انا شخصيا يعني. بالذات زي ما قلت من شويه ان في اعمار مختلفه، فبرضه طبقات الصوت نفسها عشان طبعا يحصل انسجام بينها وبين بعضها طبعا بيبقى برضه محتاج مجهود ومحتاج تدريب كبير. احنا عندنا بروفه ثابته اصلا يعني. احنا عندنا بروفه ثابته طبعا اسبوعيا يعني بنراجع فيها الكلام ده كله يعني. بتشوفوا ان بقى في اقبال على الانشاد في الايام العاديه، يعني مش بس فكره رمضان والروحانيات بتاعت رمضان يعني؟ ايوه بيبقى في اقبال، بيبقى في اقبال، في حفلات مستمره وفي ناس بتيجي بالظبط. حتى في ظل كورونا دي بيجي اعداد كبيره جدا عندنا يعني، ولسه كنا عاملين حفله من حوالي شهر تقريبا، اخر حفله كانت في الساقيه، وقبلها برضو بشهر كانت في الحسين. وان شاء الله ناويين لسه هنعمل حاجات تانية باذن الله يعني، على بعد العيد ان شاء الله في كليبات هتتصور وهتنزل على السوشيال ميديا، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه وحاجه أكيد جميله. اكيد اكيد. انا شايفه عضو صغير قوي في الفرقه. أحمد. يعني اكتشفته ازاي؟ يعني اكتشفت انه عنده موهبه الانشاد ازاي؟ يعني عرفني كده، اتعرفتوا على احمد طبعا. هو احمد، على احمد اولا ربنا يبارك في والده، يعني هو والده صعب، هو اللي بيسعاله، ووالده اللي اكتشفوا عامه في الاول مش انا يعني، وجانا عن طريق حد من الموسيقيين اللي عندنا، قال لي في حد هبعته لك في البروف اسمعه لو كويس يعني يا ريت يبقى معانا في الفريق. قلت له طبعا هو سنه، قال لي طفل طبعا. انا طبعا اي طفل عامه بيجي لي الفريق انا يعني باخده يعني، هو انا بحب الاطفال جدا، بحب السن ده عامه. فقلت له طبعا ينورنا. فاحمد جه سمعنا صوته، قلت له عايز شغل بس ما شاء الله كويس، ويبدا والده طبعا تعبان معاه كتير جدا، بيجي من اخر الدنيا ويسيب شغله ويخلص شغله ويطلع عليه ويجيبه ويقول لنا ويتحرك في اي حفله اي بروفا اي شغل يعني. فطبعا انا بقدم الشكر طبعا لوالده في الاول وفي الاخر. وخلاص اكتر الناس الملتزمه. نبدا بإيهاب، بس نبدا باحمد، نسمع احمد الاول. ايه رايك؟ طيب نسمع كده اداء احمد. ماشي. انا ضيفك يا رسول الله. انا ضيفك يا رسول الله، انا ضيف الله، انا ضيفك يا رسول الله، انا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، انا ضيفك يا رسول الله، انا ضيفك يا رسول الله. يا مشفع يا عريض الجاه، انا ضيفك. منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي للاتي،
رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عريض الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الواحد معاكم بيروح يعني روحه بتروح في اتجاه كده معين، بيحس براحة، بحاسس بمحبة، بسلام، بحب. الإنشاد انتوا شايفين انه له دور قوي في الفترة اللي احنا موجودين فيها، بالذات بالضغوط والابتلاءات والهموم اللي موجودة عند الناس. يعني انتوا شايفين انه بيفرق كتير في الروحانيات؟ اكيد طبعا بيفرق الانشاد اكيد. يعني بتشوفوها بعد الحفله، يعني بتشوفوا فعلا الناس داخله بوجوه وخارجه بشكل تاني؟ الناس بتبقى مبسوطه جدا في الانشاد وبتتفاعل جدا في اي ساعه الحفلات، بتبقى مبسوطه باللي احنا بنعمله وباللي هم بيعملوه. بصراحه يعني الناس بتبقى مبسوطه جدا. بيبقى انطباعك ايه لما بتشوف انسجام الناس وازاي متفاعلين مع الكلام اللي انت بتقوله وحاسينه ومحتاجينه كمان؟ طبعا بصي، هو الانشاد في حد ذاته عامه زي ما انت قلت حضرتك، احنا لو احنا بننشد مثلا، هو مش حضرتك بس بتبقى في جو تاني، يعني هو احنا كمان بنبقى في جو تاني. يعني الاحساس والروح والاحساس الداخلي
بينقي كده، ينقي النفس وبينقي الروح بحاجه. هو ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه يعني مفيش بعدها كلام يعني، ربنا سبحانه وتعالى وذكر الرسول. فالناس فعلا بتيجي الحفلات وتبقى داخله زي ما انت بتقولي بشكله، وبعدين لما تسمع الانشاد وتسمع وتعيش الجو والاجواء اللي احنا بنعملها، او لاي حد او اي مداح بيعمله، مش احنا بشكل خاص، عامه المديح بشكل عام، لا الموضوع بيختلف. انا نفسي لما بروح ضيف شرف في اي مكان، او لما بروح ضيف في اي مكان وبقعد بسمع، ببقى مرتاح نفسيا من الانشاد دي. شايف ان هو حصل تطوير في الانشاد كتير جدا يعني عن الفتره اللي فاتت؟ كتير جدا. ايه الجديد او التطوير اللي حصل في الانشاد مؤخرا؟ هو مؤخرا في عامه في ظاهره، هو شبه مش تطوير قوي، في حاجات زي مثلا اغاني من الاغاني التراثيه المعروفه لام كلثوم، لعب حليم، لفريد الاطرش، الناس دي كلها يعني، فين بدات الناس تاخد الالحان ويغيروا الكلام لمديح للرسول عليه الصلاه والسلام ويقولوها بشكل جميل. حتى الناس بيبقى في ناس حافظاها فمتفاعله مع اللحن عشان حافظين اللحن ايه، فبيبداوا يقولوا الكلام، يرددوا الكلام بقى بالذكر الرسول عليه الصلاه والسلام يعني. حاجه اللي هي تغيير مثلا، بدل الكلام اغاني فبقت كلام مديح. زائد الناس اللي عامله شغل دي زي ماهر زين، زي الناس المعروفه، عاملين برضو جو مختلف عن الشغل التراث. طبعا الناس التراث والناس القديمه بتوعنا احنا بنتعلم منهم وما زلنا بنسمعهم طبعا وبنتعلم منهم، هم الاساس، وهم كانوا عاملين طبعا لنفسهم روحانيات، وكل واحد فيهم كان اله، صوته دي كانت اله لوحده يعني. بس طبعا التطوير الجديد والشباب والحماس والجو، واختلاف مع اختلاف كمان العصر، وحب الانشاد كمان، مع اختلاف العصر، مع اختلاف العصر ومع ما تسمعونا بقى قمر، ايه رايكم؟ قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي شرفت بالنور طيبا الله الله ورق المصطفى للطيب طيبا الله الله ويثرب شرفت بالنور طيبا الله الله ويدهش عند طلعتي الحبيبة ويدهش عند طلعتي شاهد لا ملام قمر 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 سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا النبي كف المصطفى كالورد داني الله الله وعطر لا يبقى إذا مست آياني الله الله وكف المصطفى كالورد داني
الله الله.